بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي بكين اف ام. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya ini insyaAllah. Pada kali ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan daripada perkataan mata, maknanya bilakah, yang akan disertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perkataan yang sedang atau akan berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya-Allah. تفضلي يا زهرة. متى ستتغدى معي يا أستاذ؟ ما معنى متى يا زهرة؟ بلاك. ستتغدى. ما معنى س؟ أكل. تتغدى. ما معنى؟ كمو مكان تنهاري. معي. ما معنى معي؟ بمن سي. اسأليني مرة أخرى. متى ستتغدى معي يا أستاذ؟ سأتغدى معك هذا اليوم. ما معنى س؟ أكل. أتغدى. سيمكن تنهاري. ما معنى سأتغدى؟ saya akan makan tengah hari. Ma'aki. Ma makna ma'a? Dengan. Ki. Kamu. Ma'aki. Ma makna ma'aki? Dengan kamu. Hadha al-yawma. Ma makna hadha? Ini. Al-yawma. Hari. Ma makna hadha al-yawma? Hari ini. Naam. Isalini marratan ukhra. Mata satatawadda معي يا أستاذ؟ سأتغدى معك هذا اليوم. ثم السؤال الثاني. متى ستتصل أباك يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ بلاك. ستتصل. ما معنى س؟ أكل. تتصل. Kamu menghubungi. نعم. تتصل. ما معنى ستتصل؟ Kamu akan menghubungi. أباك. ما معنى أبا؟ أيه. أباك. ما معنى أباك؟ أيه kamu. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستتصل أباك يا أستاذ؟ سأتصل به بعد قليل. ما معنى سأتصل؟ ما معنى س؟ أكل. أتصل. سيهبني. ما معنى سأتصل؟ سيأكل مهبني. سأتصل به. ما معناه؟ saya akan menghubunginya. بعد قليل. ما معنى بعد قليل؟ sebentar lagi. نعم. اسأليني مرة أخرى. متى ستتصل أباك يا أستاذ؟ سأتصل به بعد قليل.
ثم السؤال الثالث، متى ستدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ ما معنى متى؟ بلغة ستدرس، ما معنى س؟ أكن تدرس كمو مهجر. ستدرس ما معناه يا زهرة؟ كمو أكن مهجر. اللغة العربية، ما معنى اللغة العربية؟ بحس أرى. نعم، اسأليني مرة أخرى. متى ستدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ سأدرس اللغة العربية في الصيف القادم. ما معنى سأدرس؟ ما معنى س؟ أدرس، ما معناه؟ سأمهجر. سأدرس، ما معناه؟ سأمهجر. سأدرس اللغة العربية، ما معناه؟ سأمهجر بحس العرب. في شهر مارس، ما معنى في؟ بعد شهر بولن. مارس، ما معنى مارس؟ ماج. نعم، القادم. أكن داتا. في شهر مارس القادم، ما معناه؟ بعد بولن ماج أكن داتا. نعم، اسأليني مرة أخرى. متى ستدرس اللغة العربية يا أستاذ؟ سأدرس اللغة العربية في شهر مارس القادم. Kemudian saya akan bertanya kepada Zahra dengan menggunakan soalan yang sama. As-su'alul awal. Mata satatagaddaina ma'i? Ma makna mata? Bilaka. Satatagaddaina. Ma makna sa? Akan. Tatagaddaina. Kamu makan tengah hari. Ma'i. Dengan saya. Nah. متى ستتغدين معي يا زهرة؟ سأتغدى معك هذا اليوم. ما معنى سأتغدى؟ سيأكن مكان تنهري. معك، ما معنى معك؟ دمن كم؟ هذا اليوم، ما معنى؟ هري إني. نعم، متى ستتغدين معي يا زهرة؟ سأتغدى معك هذا اليوم. ثم السؤال الثاني، متى ستتصلين أباك؟ ما معنى متى؟ بلغة. ستتصلين، ما معنى س؟ أكن. تتصلين. كمو مهبوني. ما معنى أباك؟ أيه كمو. نعم، مرة أخرى، متى ستتصلين أباك يا زهرة؟ سأتصل به الآن. ما معنى سأتصل؟ سيأكن مهبوني. سأتصل به، ما معناه؟ saya akan menghubunginya. الآن، ما معنى الآن؟ sekarang. نعم، متى ستتصلين أباك يا زهرة؟ سأتصل به الآن. ثم السؤال الثالث، متى ستدرسين اللغة العربية؟ ما معنى متى؟ بلغة. ستدرسين، ما معنى الس؟ أكن. تدرسين، ما معناه؟ كمو مهجر. اللغة العربية، بحس عرب. متى ستدرسين اللغة العربية يا زهرة؟ سأدرس اللغة العربية في شهر مايو
القادم. ما معنى سأدرس؟ سأكون مناجر. اللغة العربية؟ بحس عرب. في شهر مايو. ما معنى في؟ بدو. شهر مايو. بولن مي. القادم؟ أكون داتم. نعم. أسألك مرة أخرى، متى ستدرسين اللغة العربية يا زهرة؟ سأدرس اللغة العربية في شهر مايو القادم. بارك الله فيك. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan, sila emailkan kepada arab@ikinfm.my. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom.